افتتح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط صباح اليوم مركز بابكو للقيادة والمخصص للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث في المجال النفطي، وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث. وعقب وصول معالي وزير الداخلية راعي حفل الافتتاح إلى الموقع بدأت فعاليات تدشين المركز، حيث تم تقديم إيجاز من قبل المهندس إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو، تضمن استعدادات المركز للتعامل مع حالات الانسكابات النفطية، منوها إلى أنه في إطار مواكبة آخر التطورات في مجال الاستجابة للحالات الطارئة والكوارث تم الاستعانة بجهات ذات خبرة في هذا المجال والاطلاع على عدد من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة، ومن ثم وضع التصور النهائي للمركز بالتنسيق مع خبرات متقدمة في مجال تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات. كما أشار الإيجاز إلى قيام فريق واحد متكامل بإدارة جميع أنواع الحالات الطارئة مدعوما بفرق الاستجابة المختلفة، مع تجهيز مركز بابكو للقيادة بأحدث التقنيات المتاحة لمساعدة فريق إدارة الحالات الطارئة للاستجابة بشكل فعال والسيطرة على الحدث وتقليل آثاره السلبية. كما تم تصميم المركز بحيث يمكنه إدارة أكثر من حالة طارئة في وقت واحد. بعدها قام معالي وزير الداخلية ومعالي وزير النفط بجولة في مركز بابكو للقيادة، اطلعا خلالها على خطوات تنفيذ التمرين الوطني لمكافحة الانسكابات النفطية سواحل المملكة، والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من الساعة 7 من صباح اليوم الأربعاء، وتنظمه وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للنفط والغاز والمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، حيث تم الاطلاع على إيجاز بشأن الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة وأهداف ومراحل التمرين، بما يعكس قدرات الجهات المشاركة في التمرين على العمل المشترك في إطار التكامل والتنسيق أثناء أداء المهام، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى زيادة القدرات ورفع المستوى والجاهزية. طبعا بداية ودي أشكر معالي الأخ الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط على الدعوة لافتتاح هذا المركز، وفي نفس الوقت ودي أيضا أشيد بجهود معالي الوزير في العمل على رفع مستوى الكفاءة والطاقة الإنتاجية للنفط. وجدها فرصة أيضا أني أنا أتكلم عن شركة بابكو الصحيح اللي دائما عرفنا عنها وكانت عاكسة لمستوى الكفاءة والتدريب العالي، وهي ما في شك المؤسسة المسؤولة عن مصدر الدخل الرئيسي في البلد، وعلى الدوام كانت منصة وطنية تخرج منها العديد من الخبرات والقيادات اللي ساهمت في البناء الوطني. بالنسبة لهذا المركز أنا أعتقد أنه راح يكون له على الدوام مردوده الإيجابي في مراقبة إجراءات العمليات والسيطرة والتنسيق مع الجهات المعنية، فالحاجة له ملحة وجاء في الوقت المناسب. أؤكد على أهمية التدريب الميداني وأنتم مشكورين اللي بادرتوا بهالأمر، يعني على قدر ما تكون الفرضيات واقعية بقدر ما نستفيد منها في حالات الطوارئ. أؤكد على أهمية التعاون وإحنا حاضرين في أي وقت نديم هذا التعاون في وزارة الداخلية ومن خلال رئيس الأمن العام والدفاع المدني هو الجهة اللي أنتم تتعاملون معها بشكل مباشر. ولكن اللافت في الأمر أنا ودي أشيد بالإجراءات اللي تم اتخاذها في حادثة المنطقة الشرقية.
والصحيح كان التعامل معه عكس كفاءة عالية وحقق معنوية لدى الجميع على أمكانية استيعاب مثل هذه العمليات الاستهدافية. مشكورين وأتمنى لكم التوفيق وأؤكد على استمرار التدريب المشترك فيما بيننا في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا.